بكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أرض الخير. كالمعتاد نبدأ معكم في استعراض أخبار السوق المركزي وكميات الخضار والفواكه خلال الأسبوع الماضي، من ثم سنكون معكم في العديد من الفقرات الزراعية المهمة، منها الزراعات الغير التقليدية، من زراعة القرع والشمام والبطيخ، وفقرة خاصة عن زراعة اللوزيات وقسم البحوث الزراعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية. تابعونا من خلال حلقة اليوم من برنامج. يحتاج زراعة القرع إلى العديد من العمليات الزراعية المهمة، من حيث توفير المناخ الملائم لها وكميات مياه الري والتقليم واستخدام المبيدات وبرنامج الأسمدة. قرع من المحاصيل الصيفية اللي تتبع عائلة القرعيات اللي هي عائلة الكيوكيربتس، هو محصول صيفي بامتياز، حساس لدرجة الحرارة العالية، منه عدة أصناف إحنا بنزرع بأهداف مختلفة. فالصنف الأكبر اللي بنزرعه عندنا بالمزرعة صنف بنسميه هو قرع المدقات، كونه شكله مثل المدقة. هذا الصنف يسمى طبعا بالإنجليزي باترنت سكواش. الصنف الثاني اللي بنزرعه هو صنف بسموه قرع الهلوين، طبعا نقطة إضافية عن قرع المدقات إنه هو صنف حلو نسبيا ولونه كريمي من الخارج ولونه من الداخل أورنج. بالنسبة لقرع الهلوين، قرع الهلوين قرع ذو حجم كبير نسبيا، وزنه حوالي 4-8 كيلو جرامات، لذلك إحنا في المزرعة نزرعه بشكل مكثف ونقرب الأشتال لبعضها للحصول على وزن أقل بحيث يكون أسهل في التسويق. أيضاً هذا الصنف ذو مذاق حلو نسبياً ولونه أيضاً لون أورنج برتقالي من الداخل. الصنف الثالث هو من أجل التنويع ونسميه القرع المخطط. القرع المخطط ذو حجم صغير نسبياً، هو وزنه من كيلو لكيلو ونص، في أنواع من المستهلكين بفضلوا الأحجام الصغيرة من باب اقتصادي، إضافة إلى أنه مذاقه رائع وشكله جذاب، شكله مخطط. لدينا كمان ثلاث أنواع من محصول الشمام نزرعها بالمزرعة. الشمام الأول هو شمام الصنف يسمى هانيديو. الهانيديو هو صنف كبير الحجم نسبيا، لونه لون القشرة من الخارج اللون الأصفر، من الداخل لونه كريمي إلى أخضر فاتح. هذا الصنف مذاقه حلو جدا رغم أنه محتوى من السكر غير عالي. النوع الآخر الذي نزرعه من الشمام، وهو النوع الرئيسي الذي نزرعه بالمزرعة والموجود مباشرة خلفي في هذه الصورة، هو نوع نسميه الكنتالوب، وهذا النوع يمتاز بعدة مواصفات. هو صنف كشكل صنف جميل، له شبكة من الخارج ولونه من الداخل لون برتقالي جميل ومرغوب في السوق. ميزات هذا الصنف أنه أيضاً صنف مذاقه حلو وأيضاً محتوى من السكر محتوى متوسط وليس عالي. ميزتين أساسيات هما سبب زراعتنا له بكميات كبيرة بالمزرعة. الميزة الأولى أنه ذو حياة تخزين أو حياة ما بعد الحصاد طويلة جدا، والسبب الآخر أنه يتحمل الشحن والنقل لمسافات بعيدة كونه ثماره صلبة جدا. الصنف الثالث الذي نزرعه هو صنف غريب، صنف منتشر في إسبانيا وفي البرازيل. هذا الصنف اسمه بيل دي سابو، هو صنف لون القشرة أخضر من الخارج ولونه من الداخل أخضر فاتح، مذاقه حلو جدا. ميزته الأساسية أن حياة التخزين الخاصة به طويلة جدا جدا. بالنسبة للبطيخ نركز على صنفين تسويقيات ولهما تسويق رائع في السوق. الصنف الأول هو صنف ذو لون أحمر،
هذا الصنف موجود لدينا هنا صنفين في المزرعة، صنف بدون بذور سيدلس 100% وصنف ذو بذور خفيفة، وصنف آخر هو صنف بطيخ أصفر أيضا ذو بذور خفيفة. محتوى السكر في هذين الصنفين مرتفع جدا، اللي بنسميها نسبة البريكس عالي جدا وذو طعم ومذاق حلو جدا. هدفنا الوصول إلى أحجام ما بين 2 إلى 3.5 كيلوغرام. بالنسبة للقرعيات نتيجة التغيرات المناخية ظهرت عندنا أمراض، خاصة الأمراض الفطرية مثل البياض، وظهرت عندنا العناكب، وبالوقت الراهن ما في مجال للمكافحة، وبنصح المزارعين بعدم استخدام المبيدات نتيجة الظروف الجوية والتغيرات المناخية الظاهرة. في عندنا ممارسات زراعية يعني يجب على المزارع التقيد فيها للحد من ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، مثل الري المنتظم، والري هو يكون في فترة الصباح الباكر أو في فترة المساء على فترات متقاربة. كذلك إذا كان في عندنا القرعيات في إنتاج يجب تغطية المنتج أو تغطية الثمار حتى تحد من عملية أشعة الشمس، ونحافظ عليها كصفات تسويقية. طبعا معروف أنه نتيجة الظروف الجوية ودرجات الحرارة الغير معتادة يظهر حرق على الثمار وعلى الأوراق، ممكن يؤدي إلى فقدان النبات. لكن احنا بننصح المزارعين انه يعملوا عمليات زراعيه اللي هي الزراعات خلينا نقول الوقايه العضويه، اللي هو استخدام المصائد او استخدام المبيدات الاقل ضرر، او اللي هي بدائل المبيدات مثل الطارده اللي هي مثلا مخلوط النيم اللي هو شجره النيم. نقدر نعمل هاي تعتبر عباره عن مبيدات منفرة وطاردة للحشرات، تفي بالغرض كوقاية. وكذلك الأمر الممارسات الآن فترة التطعيم، بلغي التطعيم إطلاقا، عملية التطعيم في هذا الوقت، لأن أنا بجرح النبات فأنا بعمل بهيئه كأنه بعمل بيئة ملائمة لجذب الحشرات وإصابة الشجرة. والآن أعزائي الكرام ننتقل معكم من خلال هذه الفقرة، نتعرف من خلالها على قسم بحوث الخضار في المركز الوطني للبحوث الزراعية. هذا القسم المعني في تقييم أنواع وأصناف الخضروات وكمية الإنتاج وجودتها. في قسم بحوث الخضار هناك عدة أهداف ومهام للقسم، أبرزها على سبيل المثال وليس الحصر استخدام الأمثل لسلالات محاصيل الخضار، نشر وتقييم أصناف جديدة من الخضار تحت ظروف إجهاد بيئية مختلفة مثل الجفاف والملوحة، استخدام تقنيات مختلفة بهدف زيادة مقاومة محاصيل الخضار لعوامل الإجهاد البيئية مثل تقنيات التطعيم. هلا لتحقيق هذه الأهداف يقوم القسم بحوث الخضار بالعديد من الأبحاث بهدف تحقيق هذه المهام، إما عن طريق مشاريع ممولة أو عن طريق أبحاث فردية. أحدث مثال على ذلك مشروع تكييف محاصيل الخضار تحت ظروف الإجهاد البيئية، وهذا المشروع بالتعاون مع شركاء من الاتحاد الأوروبي، برنامج بريما، وممول من صندوق دعم البحث العلمي. في هذا المشروع قمنا بتقييم عدة مدخلات من سلالات الفلفل المحلية والموجودة في البنك الوراثي في المركز الوطني تحت ظروف الملوحة في عدة مناطق مختلفة مثل الكرامة والخالدية، والمعروفة إنها فيها مشاكل من ملوحة التربة ومياه الري. بعد تقييم حوالي
9 إلى 10 مدخلات من سلالات الفلفل، تم اختيار السلالات التي أظهرت تفوقاً مقارنة بالأصناف التجارية، تفوقاً تحت ظروف الملوحة، وهذا يعود لسبب تأقلم هذه السلالات على مدار السنوات المختلفة في هذه الظروف والبيئات اللي هي متأقلمة فيها. من الأصناف أو من المدخلات التي تم اختيارها وتم إطلاق عليها سلالات النخبة، تم تجربتها كجذور في برامج تطعيم سلالات أو أصناف تجارية والمعروف أنها حساسة للملوحة، وأظهرت نتائج هذه التجارب تفوق الأصناف التجارية التي تم تطعيمها على مدخلات السلالات المحلية مقارنة بالأصناف التجارية التي لم يتم تطعيمها تحت ظروف الملوحة. من هنا نستطيع أنه القول أنه يمكن استغلال السلالات المحلية من الفلفل إما في برامج تربية لنقل جينات المقاومة من هذه النباتات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أرض الخير، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وموضوع زراعي جديد. إلى ذلك الحين هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.